أثبتت التجربة الحياتية الحقيقية إن اللي من دمك دول مش أهلك، اللي من دمك دول اسمهم قرايبك. أهلك دول عشان يستحقوا لقب أهل لازم يقفوا معاك وقت الشدة، لازم يبقوا ظهرك، لازم يبقوا معاك على الحلوة والمرة. إنما اللي بتشوفهم في الأفراح كل حين ومين دول اسمهم قرايبك. علشان حد يستحق لقب أخ لازم فعلا يثبت إنه أخ، مش عشان اتفرض عليك في الدنيا دي يبقى أخ، لأ، ولا عشان من دمك يبقى أخ برضو، لأ، دول اسمهم قرايبك. إنما الأخ بجد والأهل بجد دي ناس ممكن تكون مش من بلدك ولا من دينك ولا من دمك عشان يستحقوا كلمة أهل، ويا بخت اللي عنده أهل.